هذا الجزء بإذن الله تعالى سوف نتعرف على كيفية الحصول على برنامج الروبوت بالإضافة إلى كيفية تثبيته على جهاز الكمبيوتر. طيب نبدأ أولا بكيفية الحصول على برنامج الروبوت. طبعا الحصول على برنامج الروبوت أو تحميله يمكن بعدة طرق، إما أنك تحمله من موقع شركة أوتوديسك الشركة المنتجة للبرنامج، وهذا يتطلب منك يكون معك حساب وتكون تنزله كنسخة طلابية يعني لمدة 3 سنوات. أو الطريقة الثانية أنك تقوم بشراء نسخة من البرنامج من أحد المحلات التي تبيع البرامج في قرص سي دي أو دي في دي وتنسخ إلى جهازك. الطريقة الثالثة أنك تقوم بتحميله من الأنترنت من بعض المواقع التي توفر تحميله بشكل مباشر. من هذه المواقع التي توفر تحميل برامج الروبوت بأغلب إصدارات برنامج الروبوت هو موقع داوندلي، وهذا هو رابط الموقع. لاحظوا أنا برفق لكم إن شاء الله هذا الرابط، وطبعا هذا الرابط عندما تحمل برامج الروبوت منه بيكون بملف مضغوط ويتطلب منك كلمة سر، هي هذه كلمة السر www.dawndly.ir. طيب كيف أحمل البرنامج من هذا الرابط؟ ممكنني طبعا من هنا من سلكت أنسخ الرابط بهذه الصورة، أنسخه كوبي وأفتحه في أحد المتصفحات، أو مباشرة بختار هنا هاند وبدأ أعمل عليه كليك. بتجيك حاليا رسالة بيقول لك هل تسمح دخول هذا الواقع في جهازك الرابط؟ كل ما في مشكلة بيظهر معك يا باشمهندسين الرابط بهذه الصورة. لاحظوا أحوله إلى اللغة الإنجليزية، طبعا أنا هو عندي محول، أحيانا إذا كان الموقع ليس باللغة الإنجليزية بيكون معك هنا إنجليش، تعمل عليها كليك بيتحول الموقع إلى اللغة الإنجليزية. بعد ذلك أنزل إلى الأسفل سوف تجد هنا أسماء البرامج أو إصدارات برنامج الروبوت، أوتوديسك روبوت ستراكشر أناليسز 2021، إصدار 2021، وهنا لديك 2020 2019 2018، يعني أنه يتواجد في هذا الموقع إصدارات الروبوت من 2018 والأحدث منه. طيب أنا بإمكاني الآن أحمل أي إصدار أنا أريده، تمام؟ ولاحظوا أنه مثلا إصدار روبوت 2021 يتكون من جزئين، داوندل سكشن وهذا حجمه 1 جيجا، طبعا هذا الجزء هو الجزء الرئيسي للبرنامج، وهذا مثلا تابع للبرنامج حجمه 369 ميجا بايت. طبعا حجم برنامج الروبوت هو بسيط مقارنة ببرنامج مثلا الريفيت، هذا حجمه بسيط جدا ويمكن تحميله بسهولة، وطبعا يشترط أن تكون فاتح الانترنت، يعني عندما تنقر على الرابط هنا تكون فاتح لشبكة الانترنت من جهازك، تمام؟ طيب أنا ممكن الآن أحمل برنامج الروبوت أو برنامج الروبوت 2021. أنا الآن بإمكاني أحمل أي إصدار من الإصدارات برنامج الروبوت، ولاحظوا أنه مثلا برنامج الروبوت 2021 قلنا يتكون من جزئين، أيضا برنامج الروبوت 2020 يتكون من جزئين تقوم بتحميلهم. نفترض أننا سوف نقوم بتحميل روبوت 2021، تبدأ لو تحمل الجزء الأول على جهازك وتنسخ في ملف، وبعد ذلك تحمل الجزء الثاني وتنسخ في نفس الملف. لاحظوا لو بمجرد اختار هنا داوند سكشن 1، اعمل هنا كليك يبدا مباشره يحمله بصوره مباشره، تمام؟ بعد ذلك بعد ما اكمل من تحميل السكشن 1 ابدا اختار سكشن 2 وايضا بيحمله بصوره مباشره. طبعا انا محمل معي البرنامج، بتجد التحميل هنا. بعد ان يكمل التحميل اذهب الى ملف التحميل وانسخهم الى ملف خارجي، وابدأ بعملية فك الضغط وادخال الباسورد. لاحظوا الباسورد هنا مكتوب فايل باسورد www.dawndly.ir. لاحظوا المهندسين بيتحمل معك الملفات، الملفين اللي بتحملهم بهذه الصيغة داوندلي باسم البرنامج. لاحظوا بعد ذلك مثلا تبدأ هنا تعمل كليك يمين تفك الضغط للأول الذي هو حجمه 1 جيجا وتعمل ايش اكستراكت هير، بيطلب منك هنا باسورد. تعود الى الموقع، لدينا هنا في الموقع تنسخ الباسورد هذا بهذه الصورة، تحدده كليك يمين كوبي وتلصقه في هذا المكان، كليك يمين بيست وتعمل اوكي، يبدا بعد ذلك الملف البرنامج يفتك، وايضا تعمل الملف الاخر يحمله بنفس الطريقه، بعد ذلك تبدا بعمليه التثبيت كما سوف نشرحه حاليا. نرجو من السين لدينا هنا برنامج الروبوت 2021 سوف نتعلم كيفيه تثبيته. أولا لدي هنا البرنامج الذي نسخة البرنامج، ولدي هنا الكراك الذي سوف أعمل عليه كراك، ولدينا هنا اكتيفيشن، هذا إن شاء الله
طبعا تعتبر حاجه اضافيه في تثبيت روبوت 2021 او اصدارات اوتوديسك، خاصه الريفت والروبوت 2021. طبعا برامج اوتوديسك طريقه تثبيتها نفس الطريقه مع اختلافنا في روبوت 2021 او ريفت 2021، بنعمل الاكتيفيشن. طيب اول خطوه قمت بكليك يمين وعملت اكستراكت هير، فكيت الضغط والصقت الباسورد، اصبح معي الملف بعد ذلك بايش بهذه الصوره. اعمل عليه دبل كليك بيظهر معي مكونات الملف بهذه الصوره، انزل الى حاجه اسمها سيت اب، اعمل عليها دبل كليك بيظهر معي نافذه اختار منها يس. لاحظوا ايش بنسين، طبعا انا جتني هذه الرساله، اذا جتك هذه الرساله بيقول لك ذا كرنت دايركتري باث از تو لونج، بمعنى انه المسار مسار وجود هذا الملف طويل. لاحظوا موجود في البرامج الهندسيه اوتوديسك بروجرام روبوت، يعني المسار هذا وجوده طويل، بيقول لك انه حط لي في مسار صغير. فانا ممكن نتعلم اعود وبنسخ هذا البرنامج، اعمل له كوبي وممكن ألصقه في سطح المكتب مبدئيا. لاحظوا عملت لي ملف في سطح المكتب نيو فولدر، واعمل هنا بيست، ألصقه في ايش في سطح المكتب حتى يكون المسار بسيط. احيانا بعض البرامج اوتوديسك عندما يكون المسار طويل تجي لك هذه ايش الرساله، ما في مشكله احنا ننسخ الى ملف ذات مسار بسيط. مسار معناه انه يكون في داخل ملف واحد، ممكن يكون في الاي في الدي مباشره دون ان نعمله في الاي زائدا داخل نيو فولدر زائدا داخل في نيو فولدر، هذا بيكون مسار طويل. انتظر حتى يكمل عملية النسخ، لاحظوا حجمه تقريبا 2 جيجا. انتهى من عملية النسخ، الآن أدخل إلى أفتح البرنامج وأبدأ أختار دبل كليك على سيت اب، جيني رسالة أختار منها يس. لاحظوا بدأ الآن بعملية التثبيت، تظهر بعد ذلك معك هنا قائمة تختار منها انستول يعني تثبيت، بعد ذلك تظهر معك هنا هذه النافذة، هنا بيطلب منك الدولة، فأنت تختار اليونايتد ستيت هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية الذي كنتري أوف ريجون يعني الدولة الريجون أو الأصلية. لكن احنا بعدين في من ضمن إعدادات البرنامج احنا نستطيع نغير إلى مثلا يونايتد بريطانيا، تمام نستطيع. طيب بعد ذلك بختار من هنا اكسبت، اي اكسبت موافق على الشروط هذه كلها، بيطلب منك موافقة، اختار ايش اي اكسبت، وبعد ذلك اختار ايش نيكست. بعد ذلك بيطلب مننا هنا بيوريك انه يثبت لك اوتوز جروب ستراكشر انلايز 2021، وحيثبت مع مثلا السيرفيس، وهنا بيقول لك انه انستليشن باث سوف يثبته في الملف سي في القرص سي في ملف اسمه بروجرام فايل اوتوديسك. انت ممكن تغير المسار لكن لا، يفضل دائما البرامج الهندسيه يفضل انها تثبت في القرص النظام الذي هو السي. هنا بيعطيك يعني معلومه نقول لك انه ديسك سبيس يعني يتطلب البرنامج لتثبيته مساحه قدرها 1.88 جيجا من القرص سي، يعني مساحه بسيطه تعتبر. ولديك هنا يقول لك الافيلبل لديك المساحه الفاضيه من القرص سي هي 14.3 جيجا، يعني مساحه كبيره. اذا كان احيانا مساحه القرص سي اصغر من المساحه المطلوبه لا يستطيع تكون هذا انستول غير مفعل اصلا تثبته، لازم تكون المساحه المتاحه في السي في القرص سي اكبر من المساحه المطلوبه لتثبيت البرنامج. طيب هنا المساحه اقل فاحنا طوالي نختار بعد ذلك انستول. يبدأ الآن بتثبيت البرنامج، تنتظر حتى يكمل التثبيت. لاحظوا أنه يحتاج 7 خطوات حتى إيش يكمل البرنامج من التثبيت، ويعتمد الفترة هذه الذي يعني يتطلبها البرنامج لإكمال التثبيت بعض الوقت وحسب جهازك، ممكن يكون سريع ممكن يكون إيش طويل، يعني حسب مواصفات الجهاز. إذا كانت مواصفات كويسة وعالية ممكن أن يكون التثبيت سريع. نعرف منسين أنه انتهى الآن من عملية التثبيت، لاحظوا هنا مطلع لنا صح باللون الاخضر، خلاص معناه انه تم تثبيت البرنامج. اختار بعد ذلك لانش ناو، يبدا يفتح لي البرنامج. يظهر لنا بعد ذلك هذه النافذه بعد فتح البرنامج، بيطلب منك هنا هل تريد تعمل تدخل سيريال نمبر او بتعمل ليسنس، لديك ليسنس عن طريق شبكه الانترنت. لا احنا ندخل سيريال نمبر، ليش لدينا عبر شبكه الانترنت؟ نختار بعد ذلك سيلكت عند السيريال نمبر. يظهر لنا بعد ذلك هذه النافذه. طبعا هذه النافذة إذا كنت أنت لأول مرة ثبتت البرنامج لأول مرة على جهازك بتكون الرن هذا مفعلة، وبيتيح لك هنا الاستخدام البرنامج لمدة 30 يوم، بعد ذلك بيحصل في مشكلة ما لم تعمل أيش اكتيفيت أو كراك. لكن أنا لاحظوا أني قد ثبتت البرنامج أكثر من مرة، هذه الرن بتكون أيش غير مفعلة، إلا أعمل اكتيف حتى يشتغل نعمل أيش اكتيف. طيب إحنا أصلا ضروري نعمل البرنامج اكتيف حتى يبقى معنا مدى
الحياة. كيف نعمل أكتف للبرنامج؟ طيب بعد عملية التثبيت أو مهندسين، لاحظوا أنا بطلع من هذه النافذة، لأنه أصلا أصبح معنا خلاص، أصبحت معنا هنا أيقونة في سطح المكتب Autodesk Robot Selection Analysis 2021، أصبح معنا هنا أيقونة بعد عملية التثبيت، بتنزل معك هذه الأيقونة. طيب بعد عملية التثبيت وأصبحت معك هذه الأيقونة في سطح المكتب، تذهب بعد ذلك تعمل تفعيل، التفعيل الذي هو من أكتفيت. لاحظوا ببدأ اعمل هنا كليك يمين واعمل فك للضغط، لكن قبل ما اعمل فك للضغط لهذا الملف لازم اعمل حاجتين: اقفل الانترنت لو كان معي الانترنت مفتوح اقفله، واقفل لو كان معي مكافح فيروسات، او اذا كان لديك احيانا في ويندوز 10 يوجد لدينا الذي هو مكافح الفيروسات الذي هو ويندوز ديفندر، هذا يعتبر ضمن المكافحات في لحظة، هذا يعتبر ضمن يعني مكافح فيروس بيجي مع الويندوز للويندوز 10، فاقوم باقفال. لذلك اولا بقوم باغلاق الانترنت هنا disconnected، بعد ذلك اذهب الى ويندوز ديفندر لدينا هنا في الاعدادات الذي ابديت سكيورتي، انا معي ويندوز هنا 10، بعد ذلك اذهب الى ويندوز سكيورتي لدي هنا الذي فيروس 3 بروتكشن، طبعا النافذه هذه اذهب بعد ذلك الى مانج سيتنجز، اقفل الذي هو هذا الخيار، اعمل ايش اوف يس. بعد أن أكفلت الويندوز ديفندر مكافح الفيروسات معي، وأيضا أكفلت الانترنت، أذهب بعد ذلك إلى القرصي، لاحظ أذهب إلى القرصي إلى بروجرام فايل 86، تمام، وبعد ذلك أذهب إلى كومونز فايل، أذهب بعد ذلك إلى أوتوديسك شيرد، أدخل إلى EDCK لسن، بعد ذلك هنا الانستول، أعمل كليك يمين وأختار Run as Administrator واختار بعد ذلك يس. سوف يقوم الان بعمليه حذف للليسنج هنا، طبعا انا بعيد تفعيله عن طريق الاكتيفيشن، انتظر حتى يقوم بحذف هذه الملفات، ممكن تعمل كليك يمين ريفرش، لاحظوا ما مش مشكله لو بقى هذا الملف، او ممكن تعمل ايش ديليت كونتينيو. طيب اذهب بعد ذلك الى الملف الاكتيفيشن موجود في الجهاز، لاحظوا كان هنا الاكتيفيشن، اعمل كليك يمين واختار ايش Extract Here، فك الضغط في هذا المكان، بتفك الضغط أدخل عليه، بيجي معايا ملف بهذه الصيغة بهذه الشكل، أعمل عليه كليك ثم كليك يمين وأختار Run as Administrator، بديني رسالة بعد ذلك أختار منها Yes، أنتظر حتى يعيد تفعيل الأكتيفيشن الملف اللي حذفناه من السي، يعود الآن إلى إظهار مرة أخرى، أنتظر لاحظوا بدأ الآن يثبت هذا الأكتيفيشن. تنتظر حتى يكمل عملية التثبيت. لاحظوا الآن مهندسين اكتمل، قال Installation Completed، خلاص هذه الخطوة رقم 2. لو رحت الآن للسي لنفس الملف Program File 86 ثم Common File، أجد الملفات رجعت من جديد في عملية إيش؟ عملية Refresh للليسنج. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي عمل الكراك. الكراك أيضا يتطلب أنك تكون قافل للإنترنت وقافل لأي مكافح فيروسات. طيب كيف أعمل الكراك؟ لاحظوا أنا بذهب أولا إلى فتح البرنامج من سطح المكتب، أعمل دبل كليك بيفتتح معي البرنامج من جديد، أختار أيضا إنتر سيريال نمبر نفس الطريقة الأولى، بعد ذلك أختار من هنا أكتيفيت، لاحظوا أبدأ أدخل هنا، طبعا لديك البرودكت كي، إذا كان مثلا بتثبت روبوت 2021 أو 2020 أو إصدارات حديثة يكون معك دايركت موجود، وإذا كان إصدارات أقل مثلا 2017 بيطلب منك البرودكت كي، يعني موجود أي إصدار للبرودكت كي منفصل. بالنسبة للسيريال نمبر أنت ممكن تدخل 666 وبعد ذلك 69696969 أو تدخل 066 بعد ذلك هنا 6666 كلهم 6 ماشي مشكلة أي واحد منهم، بعد ذلك بختار نيكست. بيجينا خيارين هنا، يقول لك هل تريد تعمل تفعيل عن طريق الانترنت او يقول لك هنا ريكومندد على اساس انه اتفعل من الشركه، او ريكويست تطلب الطلب، اختار ايش ريكويست ثم اختار بعد ذلك نكست. طيب بعد ذلك عشان بنسخ هذا الرابط، طبعا كيف انسخه؟ احدد بهذا الشكل، لاحظوا واختار كنترول سي من لوحه المفاتيح، لاحظوا ما ينسخ لها بالطريقة، يعني لو تعمل كليك يمين هنا ما فيش كوبي الا تختار من لوحه المفاتيح كنترول سي. اذهب بعد ذلك الى الملف لدينا هنا الكراك، اعمل فك للضغط اكستراكت هير، دائما يفضل الكراك يكون مضغوط عشان انه بيضربه، لو فعلت الويندوز ديفندر بيضربه. طيب فك للضغط هنا، ابدا افتحه، لدي هنا هذا الكراك، اعمل عليه كليك يمين
واختار run as administrator. ظهر معي رسالة اختار منها yes. بيظهر معي بهذه الصورة. طبعا انا ممكن اكفل الصوت. طيب اقوم بعد ذلك يا مهندس اعمل batch. اعمل هنا batch. ضروري تظهر معي هذه الرسالة successfully batch. احيانا عندما تبدأ هنا في الكراك لا تعمل كليك يمين run as administrator يظهر لك هنا ما يتفعلش معك الباتش. لازم تعمل كليك يمين run as administrator. طيب خلاص هنا قال successfully batch اعمل اوكي. بعد ذلك احدد هنا best request احددتم والصق الرابط الذي نسخته control V. هذا الرابط الذي نسخناه من هذا المكان ألصقه في الريكوست. بعد ذلك أختار جنريت ولد لي الكراك. أعمل جنريت ولد لي الكراك أحدده كامل. أعمل على الدبل كليك أو أحدده كامل وأختار وأنسخه كنترول سي. أسحب هذه النافذة ثم أعود من هنا بأمر أختار باك ثم أختار أيضا باك. بيجي معي هنا أختار I have activation code يعني أنا لدي الاكتيفيشن كود. أختار هنا بيبدأ يظهر لي هذه المربعات. أعمل كنترول في لصق ثم بعد ذلك أختار نيكست. لاحظوا بدأ الآن يتفعل البرنامج ليسنس أكتف جاهز. الآن أصبح معك البرنامج مفعل مدى الحياة. أختار فينيش. بعد ذلك بيفتح معي البرنامج بشكل طبيعي بهذه الصورة. ألغي كل حاجة أخرى بعد ذلك. لاحظوا مش منسين أصبح معي البرنامج جاهز للعمل عليه. بعد ذلك أنا ممكن بالنسبة لويندوز ديفندر أعود إلى فتح مرة أخرى. خلاص انتهينا من التثبيت وإذا أردت الإنترنت أفتحه. أيضا بالنسبة للبرنامج الذي ثبتنا فيه من البداية لاحظوا أنه كان ثبت من السي هنا ممكن تحذفه خلاص. يعني أنت هذا البرنامج يثبتنا منه هو غرض للتثبيت فقط. بعد ذلك لدينا نسخة بتكون معنا في البرنامج لازم تبقيها معك فأحذف هذا وعمل أيش ديليت ما نحتاجه لأنه هذا فقط ثبت منه. الآن أصبح معك البرنامج قلنا مثبت وتستطيع إغلاقه وإعادة فتحه مرة أخرى عن طريق أيش عن طريق سطح المكتب. دعمل على الدبل كليك بيفتح بعد ذلك معك مباشرة دون أن يطلب تفعيل أو يطلب أو يحصل معك أي مشكلة. طيب إذا أردنا أن نقوم بحذف برنامج الروبوت أو أي برنامج من برامج شركة أوديسك بصورة نهائية مع جميع مكوناته لأن برامج شركة أوديسك عندما يتم تثبيتها في الجهاز يتم تثبيتها مع إضافات كثيرة خاصة إذا كان مثلا برنامج الريفت. فإذا أردت أنك تحذف البرنامج بجميع مكوناته مرة واحدة لدينا شركة أوديسك توفر لك في جهازك نافذة اسمها Uninstall. لو كتبت في شريط البحث في جهازك كتبت UN لاحظوا لدينا هنا Uninstall Tool. هذه أداة خاصة بحذف برامج أوتوديسك. أعمل عليها كليك ثم أختار يس. بيظهر معي هنا جميع برامج أوتوديسك المثبتة على جهازك تمام. لاحظوا لدينا هنا أوتوديسك ريفت 2020. لو أردت أن أنا أحذفه وهذه لاحظوا جميع مكوناته. لاحظوا لو زائد هذه جميع مكونات أو الإضافات الخاصة بالبرنامج. أختار هنا صح مثلا لو حذفت برنامج ريفت 2020 وأبدأ أختار انستول. لو مثلا الروبوت لاحظوا ننزل إلى تحت لدينا هنا روبوت أوتوديسك ستراكشر أناليزز ريفوت 2021 ولدي أيضا مثبت 2020 لكن لاحظوا الروبوت مع إضافات قليلة لكن الريفت لديه إضافات كثيرة. فأنا لو أردت أحببت أنني أحذف برنامج الروبوت بشكل كامل أفعل هنا صح وأبدأ أختار إيش أن أنستول يقوم بحذفه من الجهاز بصورة كاملة. لكن الآن أنا إيش لن أحذفه وبس هذا فقط لي إذا أردت أن تحذف أي برنامج من برامج شركة أوديسك. على سبيل المثال إذا كان برنامج الروبوت حصل فيه مشكلة فممكن أنك تحذفه من هذا المكان. بعد أن تنتهي من عملية الحذف تطلع بعد ذلك بعد ذلك بإيش بإكسيت خروج.